قديم؟ ده احنا كده نجوع. اما تبقى تيجي احلام تبقى تتصرف. وهتتصرف ازاي بقى ست احلام؟ يعني بيتدمس لنا قدرتين فول نقعد ناكل فيهم الاسبوع كله احسن من الغلب اللي احنا فيه ده. طب ما تجيبوا لنا الفول يا اختي واحنا ندمسه. قولي البدريه قولي لها تشيل الخضار واللحمه وتجيب لنا فول.
اه طبعا، ويخسس عليها ايه؟ ده حتى الفول ارخص. يا عبيطه، ما هو علشان ارخص يعني اصرف الملجأ ميزانيه بوجبه فول، ولا اصرف له ميزانيه بوجبه خضار ولحمه؟ يا اختي تكتب في الميزانيه خضار ولحمه وتجيب لنا احنا فول. ايوه، ويوم بقى لما يكون عندها تفتيش ويلاقوا بدل الخضار واللحمه فول. ممكن اقول حاجه؟ قولي. ممكن نسمي بالرحمن وناكل؟ انا يا اختي هقول حسبي الله ونعم الوكيل وهاكل. ايه ده؟ مسقعة؟ مالها المسقعة؟ انا قلت لك اعملي مسقعة؟ ما انا حاطه لك فيها الهوبر اللي انت عايزها. هوبر ايه وليه؟ ايه حكاية هوبر اللي انت بتقولي عليها؟ انا جاي تعبان من الشغل. الله، عامله لي خضار. طب ما انا حطيت لك امبارح جبنه وعيش رميتهم في وشي. امبارح ما كانش عندي شغل. وانا شعرفني انا بايامك ما كلها اسود من بعض. ابقى علق لي ورقه بالسم اللي انت عايز تتسممه. عاجبك كده يا اسطى؟ عاجبك كده يا حماتي؟ معلش يا اخويا، اصلها غلبت. وانا يعني ما غلبتش؟ انا سبت البيت الاولاني عشان كان في قلق وفي خنقه، وقلت اشوف البيت فيه جو وفيه روقان، اجي الاقي خنقه برضو. خلاص يا اخويا، شوف لك بيت تالت وخلصنا. طب ورحمه امي؟ شوفي ورحمه امي يا راويه، انت ما تعرفيش غلاوه امي عندي ايه. ورحمه امي لاكون شايف لي واحده تالته وانت تترمي في الشارع في اي حته. سامعانا يا بت؟ معلش يا اخويا، معلش، حقك عليا انا. خلاص بقى. يعني ايه خلاص؟ انا ايه اللي يخليني ارضى بالهم ده كله؟ معلش يا اخويا، قلت لك حقك عليا. حقك عليا؟ هتطر على قلبي حقك عليا؟ انا طري على قلبك يا اخويا، انا هطري على قلبك. انت هتطري على قلبي؟ من امتى؟ من هنا ورايح. طب ادخلي جوه الاوضه وفردي وشك. عايز ادخل عليكي كده الاقي ابتسامه لها مغزى. ادخلي اتكلي على الله. طب الم الاكل الاول. ودي قله في البيت حاطينها قله هي اللي تقيم الاكل. انا يا اخويا هلم الاكل. يلا يا بنت اسمعي كلام جوزك، لم الدور بقى يلا. الله، ابتسامه لها مغزى. معلش يا حماتي، معلش، انا هنام مكان النهارده، اترزع انت هنا. وماله يا اخويا، انا نام في اي حته. على فكره كانت زلاني قوي بيتك، كانت زلاني عشان بتصرف، كنت بنام بره هنا على الكنبه. انما معلش، بقول لك ايه اصلا؟ بقول لك ايه يا حاجه؟ عايز اقول لك حاجه بس ما تزعليش. قول يا اخويا. انا مش هزعل. انا مبقوق قوي من بنتك وهبهدلها، والله هبهدلها. اعمل فيها ما بدالك. هبهدلها، هبهدلها لك والله، هبهدلها لك وهتشوفي. جاي لك يا راويه، جاي لك. مالك مبوزه ليه؟ افرضي سحنتك. عايزك يا بنتي تمسكي في الاربع حيطان دول بايدك واسنانك. ايوه كده بالظبط كده، احبك. قومي جيبي لي البيجامه، قومي. هاتي العين الجازمة، ما تبصليش كده، انزلي على العين الجازمة. مالك في ايه؟ الله، افردي بوزك، افردي بوزك، افردي. خدي، ما تتحركي، اتحركي. ايوه كده كده زي القمر، تعجبين، حلو، ابتسم ابتسامه فيها مغزى كده بقى تدخلي مزاجي كده، تظبطي دماغي قوي. هغني لك يا راويه، هغني لك اغنيه عاملها مخصوص عشانك. على بيت العريس يلا للصبح الليله دي، ده نهار الخميس والله من اول ونادي. على بيت العريس يلا للصبح الليله دي، ده نهار الخميس والله من اول ونادي. اخر مره في الاحداث
كنا بناكل كباب، سبنا الأحداث وجينا الملجأ، وقبل كده سبنا الحبس ورجعنا الشارع، وكل مكان أنين من اللي قبليه. هربنا واتبهدلنا واتضربنا واتحبسنا. فضل ايه تاني عشان تكلمي طريق بيه؟ الراجل يجيلك لغاية عندك وما ترديش حتى تقابليه؟ طب ليه؟ قوليلي حتى كلمة واحدة. أقولك حاجة يا بت. قولي يا حبيبتي. احنا مش هنكمل هنا. هنروح فين؟ هنهرب. امتى يا حبيبتي؟ لما يجيبوا آخري. لو جابوا آخري ههرب. وآخرك ده هيجي امتى؟ أنا اتبهدلت واتمسحت بكرامة الأرض. معلش يا أختي استحملي. يعني لو كنت اتبهدلتي كنت هتستني ولا كمان أنا اللي اتبهدلت مش همك؟ أنا حتى لو اتضربت وقاعدة في أربع حيطان أستحمل. أحسن منزل يا أختي وأقعد مع كلاب السكك. أمال هنهرب إمتى بقى؟ ما قلتلك لما يجيبوا آخري. استغفر الله العظيم يا رب. يا بت اصبري آخري قر. أو يعني يا دوبك تبتدي. مين اللي رشحني يا نور؟ ايه يا بنتي؟ هو مش انت كل سنه انت اللي بتعمليها؟ بس السنه دي اولى بقى علشان احنا خلاص هنتخرج. الاولى ان انا اقعد في بيتنا واذاكر، انا مش فاضيه الحاجات دي دلوقتي يا نوره. خلاص بقى لو انت حسبتك كده يبقى اعتذري. انا حسبتي مش كده يا نوره، انا مش عايزه اخبط فيه ولا اقابله في اي مكان. تبقي عبيطه جدا، لانه لازم يشوفك انك مشغوله وان هو اصلا مش في دماغك. ما هو فعلا مش في دماغي. خلاص يبقى الاحساس ده بقى لازم يوصل لك. هو ده اللي عايزاكي تقوليه لكل الناس. لمين يعني؟ يعني كل اللي حوالينا، كل اصحابنا. يعني تقوليه مثلا لماجد. بصراحه يعني ماجد الفتره اللي فاتت دي سالني عليكي كتير جدا. تفتكري عرف حاجه يا نوره؟ بصراحه ما اعرفش، بس اللي اسمه هشام ده ما بيسترش. يعني لما يعرف واحده مصر كلها لازم تعرف. طب اكلمه؟ هشام؟ ماجد؟ اوعي. خليه لما يعرف ان انت وهشام سبتوا بعض الاول ونشوف. لو عايز يكلمك هيكلمك. بس انا عايزه اعتذر له. ماجد حاول كتير جدا ان هو يوضح لي صوره هشام، وانا اللي كنت غلسه جدا معاه. بس بقى ماجد مش هيفهم كل الكلام ده، وبعدين الولاد دول تنكين قوي، يعني ما يصدق هيتنطط عليكي. انا بحذرك اهو، اوعي تكلميه. خلينا نشوف يا ستي، لو بيحبك بجد يبقى هيكلمك. اجمد يا شباب الحق اسمي كده. هو ده بيهمه يا عم. هو يا ساره عارفه؟ اكيد، ده بقاله مع البنت دي اسبوعين. هلو. هاي. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. هلو ماجد صاحبي. نديم. هاي. البنت دي بقى جميل قوي. ميرسي. اصلا كده كل ما بسافر بره بجيب هدايا لكل اصحابي. ميرسي. تحب ننزل نسمعهم في العربيه؟ هو بصراحه نفسي، بس انا وماجد عندنا مشوار لازم نروح سوا بعدين. اوكي. لا لا لا، احنا ما اتفقناش مع حد لسه، وبعدين احنا فاضيين. يعني انت في الشام اللي انت عايزه؟ لا لا لا، بالعكس احنا اتفقنا مع حد وكلمناه. احنا لسه ما اتفقناش. افتكر كويس يا طارق، خد راحتك. ممكن انت يعني. لا اتفقنا يا ماجد، انت اللي ناسي. خلاص لما تخلص كلمني. اوكي. ارجوك أرجوك. عايز تنافسني فيها؟ ما انت اللي ما قلتليش انك تعرفها من الاول. يا عم اعرفها مين؟ اللي هو يوم في الجيم جت تتكلم معايا وقعدت بقى تقول لي انها مسافره رايحه عند اهلها في سويسرا، واذا كنت عايز حاجه عشان خاطري والكلام ده. انا ما شفتهاش قبل كده غير مره واحده، دي تاني مره اشوفها، حتى مش فاكر اسمها. فعلا يا فندم العدد المره دي وزع كويس قوي. انا سعيد ان سعادتك شايف ان في اختلاف. دي شهاده اعتز بيها. رولي ثابت. خلاص يا فندم، أنا منتظر تشريف سعادتك. يا أهلا بيك في أي وقت يا فندم. مع السلامة. هاي. يا أهلا وسهلا. إزيك؟ أنا كويس أوي الحمد لله. الناس كلها بتهنيني.
شافوا ان في اختلاف في المضمار. كلامي جاب نتيجه؟ ما تقولش. لا اقول، دي الحقيقه. انا مبسوطه قوي من الكلام اللي بسمعه منك. وانا كمان. طب انا مش هعطلك، تحبي تيجي معايا صالون ادبي؟ صالون ادبي هنا في مصر؟ لا اكيد انت بتهزري، يا اما بقى ديكور يا معمول لاغراض اخرى. بالعكس ده بجد، بس صاحبته ما بتحبش يعني البروباجندا والدعايه، فمش هتلاقي ناس كتيره تعرفه. مين دي؟ تيجي معايا؟ ولو اني شاكك في كلامك لكن اجي معاكي. طارق هو انا ينفع اطلب منك طلب؟ طبعا ينفع. طلب ايه؟ انا مش عايزك تجرح نورا. اجرحها؟ اه يعني لو موضوع اللي اسمها نادين ده اكتر من اللي انا شفته فبلاش تجرحها. نادين مين يا ابني؟ انا اصلا ما كنتش فاكر اسمها، ثم في اقرب فرصه اعرفها على نورا هعمل كده. يا سلام، يعني انت مش واخد بالك ان اسمها نادين دي بترسم عليك؟ انا هقعد بقى اركز بقى مين بترسم عليا ومين ما بترسمش يا مجد. بس تركز انك ما تجرحش نورا. يا سلام، على اساس ان انا هشام بقى. خلي بالك في كل واحد فينا كده حته اسمها هشام. احنا ممكن نأذي ناس حوالينا وفي حياتنا من غير ما ناخد بالنا، بس اللي اسمه هشام ده بقى بيبقى عارف وحاسس وبيأذي الناس برضه. يا ابني انا عمري في حياتي ما عملت. انت بتحب نورا؟ السؤال ما بيبقاش كده يا ماجد. السؤال نورا بتحبني؟ ازيك يا دكتور؟ اهلا اهلا. ايه رايك بقى؟ كده احسن من الموبايل والكلام فيه مش كده؟ بس يعني حضرتك بتشتغل. اقول لك ايه؟ اللي انت شايفاه ده بقى دليل على اني قدرت اخد قرار سريع. اكمل شغل واعتذر لك ولا اضحي بالشغل ونتقابل؟ يعني افهم من كده ان حضرتك ضحيت بالشغل؟ طبعا. طيب ممكن اخمن حضرتك بتعمل ايه؟ من غير ما تتعبي نفسك ولا تخمني ولا اي حاجه. انا بجهز الماده اللي هدرسها الترم اللي جاي. انت عارف بقى يا دكتور كلنا اتضايقنا قوي لما عرفنا ان احنا الدراسه ابتدت يعني وحضرتك سافرت. يعني حضرتك مش هتدرس لنا السنه دي. واديني رجعت يا ستي وبجهز للتدريس في الترم اللي جاي، بس للاسف هتكوني اتخرجتي. ما افتكرش. ليه؟ علشان ما بذاكرش. طب ليه؟ عشان حضرتك تدرس لنا السنة الجاية. بقولك ايه؟ كلميني قولي لي اخبارك ايه؟ الحمد لله كله كويس، بس انا بقى هقفل موبايلي علشان في مكالمة مش عايزاها تيجي. الله، انت قفلت الموبايل فعلا؟ ايوه. مين ده بقى اللي مش عايزة تكلميه؟ اصلي بابا يعني بيكلمني علشان عايز يحدد ميعادي يرجع من المانيا، وبصراحة أنا مش عايزة يرجع، مش عايزة أشوفه ولا عايزة كمان يشوفني. إيه رأيك نغير الموضوع؟ أصله مش مهم أصلا يعني. أنا حاسة إن أنا معطلك مش كده؟ وبعدين بقى أنا مش قلتلك مش مهم اللي بعمله قد ما هو مهم إني أسمعك. ميرسي قوي يا دكتور. بصراحة بقى أنا طول عمري بحب أتكلم مع حضرتك، وعارفة إن حضرتك بتسمعني كويس قوي، بس قلت يعني لما تسافر اكيد هترجع مشغول وهتبقى نسيت اصلا. بصي بقى، انا في حاجات معينه ما بنساهاش، واللي دايما فاكره اني كنت بحب اسمعك. انا اللي كنت دايما اندهلك واطمن عليكي، صح ولا مش صح؟ صح. طب اقول لك على حاجه كمان، انا اول حاجه عملتها بعد ما رجعت من السفر ودخلت الجامعه اني جيت على طول على المسرح علشان اشوفك. ايه؟ ما قلتليش انت ايه اللي مزعلك من بابا؟ اصل الموضوع طويل قوي يعني ومش مهم. لا مهم. هو مفيش حاجة معينة مضايقاني منه، بس اصله طول عمره سايبه، وعلشان كده انا هفضل طول عمري زعلانة منه. طب ما هو عايز يرجع اهو. ياه، بالسهولة دي؟ هي المشاعر دي ايه؟ أنا خلاص يا دكتور تعبت، وتعودت إن حياتي ما يبقاش فيها بابا، يوم هو فجأة أوحشه
ويقرر انه يرجع ويشوفني، وانا كمان فجأة انبسط قوي للقرار ده واستناه. ما ينفعش، خلاص ده انا حتى ملامحه ما بقتش فاكراها. يا ستي انا عايزك تسامحي بابا وتدي له فرصة وتسيبيه يرجع يشوفك وتشوفيه. ممكن بقى انا اطلب من حضرتك طلب وتنفذه؟ لو سمحت مش عايزاك تجيب لي سيرته تاني، مش عايزه اتكلم عليه بجد، مش عايزه اعرفه تاني بعد كده. انا عارفه ان انا معطلك وان المسؤوليات اللي عندك اكبر بكتير من اللي انا هطلبه. يا هانم حضرتك تأمريني. انا بس بستغرب ازاي يكون ساكن معانا في العماره واحد زي سيادتك واصحاب العماره تجيلهم الجرأه ان هم يلغوا الجراج وبيفكروا يأجروه سوبر ماركت. بلاش يعملوا حساب للناس اللي زينا البسطاء، يعملوا حساب لواحد زي حضرتك. صدقيني يا هانم انا اعرف زي حضرتك بالظبط وزي اي ساكن، انما هم المفروض لو هيعملوا حساب لحد يعملوا حساب لفنانه عظيمه زي حضرتك مش لاي حد تاني. العفو يا سياده اللواء. وعلى العموم يا هانم انا هكلم اصحاب العماره وهكلم الحي لان هو طبعا اللي بيطلع التراخيص بتاع الحاجات دي. انا واثقه انك هتعمل كده، بس انت عندك سواق بيركن صف تاني ومحدش بيقول له حاجه، ولو حد مننا عمل كده هيدفع غرامات بالالوفات. لا يا هانم لو في اي مخالفات او غرامات على حضرتك كلميني بس وانا هتصرف. حضرتك فهمتني غلط، انا بقول يعني يا كلنا نركن صف تاني يا كلنا ندفع مخالفات يا كلنا نلاقي مكان نركن فيه. حاضر حاضر يا فندم. طيب واضح ان حضرتك مستنيه ضيوف، استاذن انا. دقيقه واحده، انا بعمل امسيات فنيه، يا ريت حضرتك تستنى معانا وانا متاكده انك هتستمتع بشكل مختلف. امسيات فنيه؟ ايوه، انا معظم ضيوفي شباب من خريجي كليات الفنون الجميله والمعاهد الفنيه ومعهد الموسيقى، شباب موهوب، موسيقيين ومغنيين ونحاتين، هما بيجيبوا لي الحلويات وانا عليا اعمل الشاي والقهوه، واحيانا بتفاجئ بمبدعين كبار بيشرفوني لما يعرفوا ان انا عامله امسيه زي دي. حضرتك مستغرب ولا مش فاهم؟ لا طبعا انا سامع ان حضرتك بتشجع المواهب الحقيقيه، بس الحقيقه انا مش فاهم معنى امسيات فنيه. حضرتك فاضي الليله؟ انا لحد دلوقتي فاضي الا بقى لو جاني تليفون. هيبه حضرتك هتقعد معانا لغايه ما يجي لك التليفون، وانا متاكده انك هتستمتع. استاذ احمد عبد الله. غني عن التعريف. اشكرك يا فندم. اهلا اتفضل. اتفضل اتفضل. مش قلنا مليون مره الشعر ده يتغطى؟ قلنا الكلام ده ولا ما قلناهوش؟ انت فاكره ان دي نظافه؟ طبعا، ما انتوا متعودين على الاكل مع الكلاب والقطط في الشوارع. تعرفي لو رجعت ما لقيتش الحاجات دي اتنضفت زي ما مزاجي انا عايز، انا هزرقلك جسمك وانت حافظاني كويس مظبوط؟
بتبص عليا. عايزة ادخل اساعدها. ادخلي ان شاء الله دول عندي الاثنين. قومي يا بت. لا قومي يا بت. لا يا بت قومي. لا ما تقومي يا بت، انا مش ناقصاكي. بقالنا 3 ساعات قاعدين بنلف في الشوارع، ممكن اعرف انت عايز تروح فين بالظبط؟ انا عايز اشوفها. تشوف مين؟ اوعى تقول لي زينب. عارفه ازيك يعني ايه؟ يعني ايه؟ الالف يعني احبك، والزين زي الهوى، واليه ياه، والكاف كنتوا فين من زمان. بركن عربيتي قلت يا محاسن الصدف العبارة دي ساكن فيها صبري. وطبعا كنت هتعدي عليا. اكيد طبعا. يا اخي الدنيا دي صغيره بشكل ايه، انت ما تعرفش كده ولا ايه؟ طيب مش تعرفني باصدقائك؟ دي رولا. رولا شابه موهوبه جدا ومحتاجه تشجيع. تعرفني زي ما تعرف إلهام هانم بالظبط، يعني محتاجة للقدوة للي ياخد بإيدها. جميل. طبعا جميل جدا إن احنا نشجع المواهب الجديدة لأن البلد محتاجة المواهب. صبري. معلش عبد الله، أنا بصراحة مش قادر أسيطر على إحساسي. إحساسك بإيه؟ إن أنا قفشتك. عبد الله معلش ثانية واحدة. عن إذنك. الله يا عبد الله، طب مش تعرفنا؟ مدموزيل رولا سيادة اللواء صبري، ده يبقى أخو مراتي. أهلاً وسهلاً. أهلاً بيك. أهلاً حضرتك. على فكرة أنا برضو زي عبد الله بحب أشجع المواهب الجديدة. يا سلام. أهلاً. من إذنك عبد الله. أنا حاسة أنا بعمل لك مشكلة. الكلام اللي أنت بتقوليه ده ولا مشكلة ولا حاجة. طب والنبي فهمه إن إحنا أصدقاء بس. رولا إحنا كبار قوي، مش محتاجين إن إحنا نفسر علاقتنا لأي حد. وبعدين على فكرة بقى صبري ده طيب قوي. صحيح هو نبط تنبطين كده، لكن خلاص. أكيد أكيد. إيه يا أخويا، مفيش حمد لله على السلامة. طب كنت أمه خد الشنطة مني وعملي منظر قدام سواق التاكسي بدل ما أنت قاعد كده. ما انا لو كنت عملت كده كان هياخد منك فلوس اكتر. ما انت كنت هتسد ولا ايه؟ مساء الخير عليكم. اهلا. بس خليكوا عندكم. ابله بدريه الاول. حذري فذري، جبت لك ايه؟ السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أيوة طارق، إزايك عامل إيه؟ الحمد لله، إزايك أنت؟ بقول لك يا معتز، الملجأ اللي راحته زينب، ما عندكش فكرة عن عنوانه أو تليفونه؟ وحشتوني يا بنات. قولي لي بقى يا أحلام، جبتي إيه القبلة بدرية؟ هقول لكم يا عيال هقول لكم. انتي بقى زينب؟ ايوه. هو ده سبيرتو؟ لا يا اختي ما تفكرنيش، السبيرتو ده في الايام الدنك، بس انا والحمد لله لما بتتفك عليا بفكها على غيري.
لا يا بت انت لسه صغيره على الهباب ده، انت تشربي كازوزه، جايبه لكم هناك ازايز كبيره في الكيس اللي هناك ده. ده ايه العز ده؟ انا كده يا اختي لما تعز عز صغير. اقوم قوم. طب اجيب لك معايا وتسيبك من اللي في ايديكي ده؟ مالكيش دعوه، خليكي في حالك. هي بتقول لك ايه يا اختي؟ ولا حاجه. منورانا يا زوز. الا قولوا لي يا بنات، انتوا يا اختي قاعدين كده ومرحرحين قوي، ما انتوش خايفين مجيده تطب علينا؟ دي لسه مش عارفه حاجه. مجيده دي يا اختي تيجي عندنا وتكش، اصلا عارفه ديتها. ديتها ايه يا بت؟ تغمزيها بحاجه تشتريها وتشتري ابوها. عارفه يا بت انا مره اشتريتها ببق من الازازه دي، زمانها دلوقتي قاعده هتتجنن. ليه؟ عشان عايزه تقعد معانا، عايزه ينوبها من الانس جانب. يا بت ما تقولي بقى جبتي ايه البدريه؟ الله حذروا فذروا يا عيال، جبت لها ايه؟ يا اخي ما تقولي بقى جبت لها هدوم تحت عيني. يخرب عقلك، وهي ليها نفس كده؟ دي فرحت وكانت هتزغرت من كتر الفرح وروحت بدري. الله يكون في عونك. مين يا احلام؟ مين جوزها يا بيت؟ عارفين يا بنات انا ما ضحكتش بقالي قد ايه. ليه يا اختي ما تقوليش كده؟ وحياتك يا احلام اوعي تسيبنا تاني مره. هحاول يا عيال هحاول. وانتي بقى يا اختي قولي لي ما ضحكتيش من زمان ليه؟ اللي غمك. ما تقولي لنا انت يا اختي ايه اللي مفرحك قوي كده يا اختي؟ ما هو لما يكونش في حاجه بتفرح يبقى لازم تتحكي، وتتحكي قوي كمان، تضربيها صرمه يعني. فهمتي؟ يعني مش قوي. سمعتي يا اختي عن المرار؟ سمعت عن ايه يا اختي؟ المرار ده ابن اختي وانا ابويا وامي. كلنا يا روحي كلنا في الهوا سوا. عرفتي بقى يا اختي ان القعده دي قعده مرار، بس بنخففه عن بعض يعني. ضحكه هنا ضحكه هناك، مزاج هنا مزاج هناك، ودينا مقضيين. لا قولي لي يا احلام، لا مؤاخذه يعني، انت بتشتغلي ايه؟ اسمعي بقى يا اختي، معلش يا بنات جديده لازم احكي لها. انا يا اختي من صغري مرميه في الشوارع والملاجئ، ولما كبرت عينوني مشرفه على اصغر مني، بقيت اشتغل هنا حبه واشتغل بره حبه، اخرج وارجع. مش هحكي لك اتعمل فيا ايه، هو اكيد اللي اتعمل فيا اتعمل فيكي. انتي مش برضو من الشارع؟ اه يا اختي من الشارع. تبقي فاهمه اللي بقوله. ايوه يا اختي، بس انا لسه سليمه زي الفل. هاتي يا بت البتاع اللي في ايدك ده. وانا لسه دقته. ما هو عشان كده، عشان عمرك ما دقتيه. البت دي كان عندها حق، انتي تروحي تشربي كازوزه وتسيبي لنا احنا الهباب ده. شفتي بقى؟ بقول لك على حاجه تانية يا بت، انتي مالكيش قعاد معانا، انتي اللي زيك لازم يروح يقعدوا في مكان تاني غير ده. هبقى اقول لك على مكان محترم عاملينه ناس محترمين يقعدوا فيه ولاد الشوارع اللي زيك. انت يا اختي مالكيش قعد وسطينا. طب وانت يا اختي ما عملتيش كده مع نفسك ليه زي ما انت عملتي معايا؟ ازاي يعني خطفتي من ايدي الهباب، انت كمان ما تشربيهوش؟ ما ينفعش ما ينفعش ابقى زيك واقطعك لو بقيتي زي. انا يا اختي اللي بصاحبهم جايين مخلصين خلقه، جايين على الجاهز، وانا اللي زيك عمري ما مديله ايدي ابدا. انت يا اختي جايه سليمه، ولا انا عشان اتعكيت اعك غيري تبقي لسه ما تعرفنيش؟ لا يا اختي عرفتك عرفتك كويس قوي. بصي بقى يا سناء، انا عشان امشي معاكي في الموضوع ده واتفرغ له عايز اعمل لك امتحان صغير. مش فاهم يعني اللي انت بتعمليه ده شكلا، لكن بقى هو ده اللي جواكي حقيقي؟ انت هتعملي زي عبد الله؟ معلش انا لازم اعرف انت عايزه تعملي كده ليه. انت مش قلت لي ان انا لازم اعمل حاجه؟ وبعدين من قبل ما تقولي وانا داخله في مشاريع زي دي. سناء انا مش عايزك تعملي اللي كنت بتعمليه، انا عايزك دلوقتي تعملي حاجه مختلفه. ازاي اثبت لك ان انا المره دي بعمل حاجه بجد؟ وبعدين انا مش هكون لوحدي، طارق هيكون معايا وهو متفرغ للموضوع ده. طيب اشمعنى بقى اولاد الشوارع؟ لان طارق هيكون معايا، وزي ما قلت لك هو متفرغ للموضوع ده، وبيني وبينك انا عايزه اتقرب له لان انا قلقانه عليه جدا. وبعدين بقى انا عايزه اثبت لعبد الله ان انا ممكن اعمل حاجه بجد لانه اتريق عليا قبل كده. يعني ده اخر هدف ليكي؟ انت ليه بقى بتقولني كلام انا ما قلتوش؟ خلاص طيب ممكن اسالك سؤال؟ اه هلكتني. معلش لما بتبقي حضرتك واقفه في اشاره والولاد دول بيقربوا منك بتعملي ايه؟ بتسمكري ببان العربية وبترفع الإزاز، صح؟ مش هو ده الطبيعي؟ كويس، بتعملي كده ليه؟ علشان ممكن يكونوا وسخين، ممكن يكونوا مرضانين، ممكن يكونوا مجرمين، يسرقوا موبايل، يسرقوا شنطة. أنا ما بتكلمش على كلهم، أنا بتكلم على شوية منهم. من فضلك بقى قولي هتساعدني ولا لأ؟ هساعدك، بس لازم أعمل لك امتحان عملي، لأن اللي فات ده كله كان نظري. ممكن؟ هتعمل لي امتحان؟ إحنا لازم نركز شوية، خلاص السنة قربت تخلص. صح. على فكرة
أنا قربت أفرغ البحث بتاعي والدكتور يحيى مبسوط مني قوي. أنا مش حاسس إن إحنا عملنا أي حاجة عشان تبقى فاهمة. يعني إيه؟ يعني أولاد الشوارع دول أنا مش حاسس إن إحنا عملنا لهم أي حاجة. بص بقى، أنا نفسي تقعد مع الدكتور يحيى، أهو واحد بره الموضوع خالص وما بيقولش حاجة غير الصراحة. وأنا بقى نفسي تقعدي مع زينب، ده إذا رضيت تقعد معنا وتشوفنا أصلا وتسمعي رأيها بصراحة. بص بقى، بصراحة زينب دي حالة خاصة جدا. طب تسمحي تقولي لي إحنا عملنا لهم إيه لغاية دلوقتي؟ لسه، لما نخلص. لما نخلص إيه يا نور؟ إحنا أصلا عاملين البحث ده عشان نتسلى، أنت اللي قايلة كده، عشان يبقى في حاجة كومن ما بيننا نشوف بعض بيها، مش أكتر. بص بقى، إن شاء الله الحفلة اللي إحنا هنعملها دي هتكسر الدنيا، وهيجي منها فلوس كويسة، والفلوس دي هتكون ليهم. طب عملنا البحث ليه؟ ما كنا نكتفي بالحفلة ولا نقرف الناس معانا؟ إحنا بجد قرفناهم. بصراحة أنا مش فاهمة، أنت ليه مهتم قوي بالموضوع كده؟ مش عارف، كل ما أبعد عنه ولا يقرب مني. وأنا كل ما أحاول أقرب منك تحصل حاجة تبعدني عنك. ده الدكتور يحيى. أي دكتور. شوفوا بقى يا أولاد، أنا جبتكم هنا النهاردة عشان في واحدة مهتمية بيكم وعايزة تعمل لكم حاجة، وعموما ما تخافوش أنا هعوضكم عن الساعة اللي راحت من رزقكم. خلاص؟ خلاص. أهي جت. هلو. أقدم لكم مدام سناء اللي مهتمية بيهم. يلا بقى نسلم عليها كلنا. لا لا لا، إنتي تدقنا جميع. بعدين مش معقول يا ماما. ابعدوا. إيه العربيات دي كلها وفين النهاردة؟ ده مؤتمر يا لبيسي. يعني إيه مؤتمر ده؟ مؤتمر طبي. يعني إيه برضك؟ اسكت بقى عشان خارجين. اتفضل يا باشا. قول لي انت بقالك كتير شغال هنا؟ مش قوي ساعتك يعني، بس انا اتثبتت والحكومه راضيه عني ساعتك. المهم اخبار صحتك ايه؟ مش عارف ساعتك انا. طيب اسمع، الكارت ده بتاعي، تجي لي تكشف هناك في المستشفى الخاصه بتاعتي، وياريت تكلمني لان في موضوع كده جايز يفيدك. موضوع ده بيه؟ خلاص بقى لما تيجي. متشكر قوي. عموما انا كنت متاكد انك مش هتسلمي عليهم كده يا محمود. هو ده الامتحان اللي انت كنت عايز تحطني فيه؟ كان لازم اعمل لك مفاجاه. لا انا جيت لك علشان اعرف شخصيتهم، عشان اعرف اتعامل مع الولاد دول، مش علشان يقعدوا يهبشوا فيا بالمنظر ده. ما ينفعش يا سناء. اوكي، لكن من غير لمس ومن غير الحاجات دي. سناء، اليوم الحقيقي اللي تكوني عايزه تعملي فيه حاجه للناس دول هو اليوم اللي مش هتقفلي فيه ازاز عربيتك وهم مقربين عليكي. هو اليوم اللي ممكن تطبطبي عليهم. هو اليوم اللي ممكن تلمسيهم. احنا بشر، ممكن نلمس بعض من غير ما نتعالى على بعض. عموما انا هفضل معاك ومش هسيبك، لان انا عارف ان اللي انت بتعمليه ده من بره جايز مع الوقت يتغير، يبقى من بره ومن جوه كمان. لبيسة ده اسمك الحقيقي؟ لا سعادتك، انا اسمي الحقيقي فتحي. طب وايه علاقه بقى فتحي بلبيسة؟ يعني مش عارف ساعتك يعني، بس من وانا صغير يعني كانوا يقولوا لي يا لبيسة. انت مخلص تعليمك يا فتحي؟ لا ساعتك، بس انا يعني بفك الخط كويس يعني. كويس. طب اسمعني بقى كويس، لانك لو نجحت في الكلام اللي هقول لك عليه دوت افتكر ان حياتك ممكن تتغير. بص ساعتك يعني اللي ساعتك هتقول لي اعمله انا هعمله يعني. بص يا لبيسة، احنا هنا في المستشفى ديت بنعمل خير، مع ان في بعض الناس كده بيحاولوا يفسروا الخير دوت على انه شر. وانا والله يعني ساعتك يعني بعمل خير، وساعات الناس يعني تفسروا على انه شر. عظيم يا لبيسه، معنى كده ان احنا هنتقابل. ساعتك شاور لي كده ارمي روحي في النار هرميها ساعتك. لا لا لا، مش للدرجه دي يا لبيسه. انا زي ما قلت لك ان احنا هنا هدفنا خير. شوف يا لبيسه، في ناس ممكن يموتوا في اي لحظه،
وفي نفس الوقت احنا ممكن ننقذهم. يعني انا وانت وناس تانية زينا ممكن ننقذ الناس دول. هو سعادتك عايزنا نتبرع بدم؟ لا، انا عايزك تتبرع بحاجة تانية، انت او اي حد من اصحابك لو انت مش هتحب. يعني وما حبش ليه سعادتك؟ يعني استنى بس يا لبيسة وفهمني، لو انت اللي هتتبرع هتاخد 15,000 جنيه، ولو جبت حد تاني يتبرع برضه هتاخد 15,000 جنيه. يعني سواء انت اللي هتتبرع او هتجيب حد تاني يتبرع، فانت كده كده داخل جيبك 15,000 جنيه. سعادتك امضي لك على ورقة يا باشا دلوقتي اني موافق يا باشا. موافق على ايه بس؟ هو انت عارف الاول يا لبيسة انت اصلا هتتبرع بيه؟ يعني مش مهم اعرف سعادتك، يعني خدني كده سعادتك بنجني وخد مني كل اللي نفسك فيه سعادتك، وصحيني بعد كده وفي حجري ال 15,000 جنيه ليك عليا يا باشا، اعيش لك 100 سنه بعد ما اشوف المبلغ ده. والله يا باشا المبلغ اهو، وانا هو سعادتك انا هو. طب ما تخليك انت وتشوف حد تاني، انت هتاخد نفس المبلغ وتطلع سليم. طب ما اخد المبلغين سعادتك، يعني مش ينفع؟ ينفع. مش يبقوا 30,000 جنيه بردك؟ بردك. انا تحت امرك يا باشا، انا تحت امرك. ايوه بس انا لسه ما قلتلكش انت هتتبرع بايه. مش هيغير حاجة سعادتك، والله ما هيغير حاجة. عموما يا لبيسة انا عايز اطمنك، انت هتتبرع بواحدة واحنا هنسيب لك التانية. طب ما تاخدوا الاتنين يا باشا وكله بتمن وسعادتك، مش كده؟ كده يا لبيسة كده. طب ما تدور يا باشا، يعني ما يمكن 3 ولا 4 ولا 5 يعني، ولا انتوا مش عايزين تدفعوا يا باشا؟ هيعجز معاك ويمكن. بصوا يا باشا انا ممكن اعمل معاك الصح، انا ممكن يا باشا اقسط لكم وبدون فوايد. عيال ايه؟ حد فيكم بيعرف يرسم؟ الواد ده بيعرف يرسم وبيشتغل في التزوير، انما عليه حته ايد تتلفف اجدعها حرير، لكن تعمل ايه؟ دماغه فلتت. مش عايزه عشان كده. امال عايزه عشان ايه؟ عايزه يرسم لي واحده شعرها اسود وعينيها سود صغيره وحنينه قوي طيبه قوي. ايه ده يا عم، دي امك دي قد ولا ايه؟ يا ريت يا ريتها كانت امي. طب كمل يا اخويا الرضعه كمل. طيبة ايه وعينيها سودة وحنينة. يا عم خلاص حفظنا خلص. كان بيعكسها. مين ده؟ رينجو؟ لبيسة. مسكتله؟ شعرها سود وعينيها سود طيبة حنينة. يا نهار ابوك اسود. ايه يا رينجو ما تقول له حاجة يا عمنا، احنا دماغنا متكلفة مش ناقصة. يا زازا يا ابن انت، ولا يا ابن انت ماشي وراك بقالي ساعة. الواد رينجو فين؟ انت عايز ايه بقى بني ادم بقى؟ ما ترحمنا يا اخي، مش كفاية ترطينا وشرطينا؟ عايز ايه؟ جاي استسمحكوا، جاي ابوس الادم. جاي يا اخويا. بقول لك يا عسلية، مش عايز 5,000 جنيه؟ بقول لك انت بقى ايه يا عسلية، انت عامل دماغ وجاي تكملها عليا؟ طب وحيات راس البت زينب اللي معششة في مكانها، لو عايز 15,000 جنيه في ظرف يومين يكونوا في حجرك. ودول هيجوا منين يا اخويا؟ هنسرقهم ولا هينزلوا لنا من السما؟ انت عندك كام كيلو ياما؟ كيلو؟ كيلو ايه؟ هما طلعوا 2، عارف الواحدة بكام؟ واحدة ايه يا عم انت؟ ب15,000 جنيه. شوف نعم ربنا عليك، او ربنا مديك 2 عشان تبيع لك واحدة وتخلي لك واحدة. طب انا ليه ابيع واحدة 15,000 جنيه؟ ما بيع الاتنين ب30. ما انا كنت فاهم زيك كده، بس طلع فيها موت يا فالح. بتتكلم جد يالا؟ وانا من امتى بهرج معاكم؟ فكر ورد عليا يا عسلية. الشجر حرفين وسهم وقلب هاد.
حزينة قلبك حجر وجليل مش لايقة في الزينة وانا ابني عني بعيد يا مدينة حزينة قلبك حجر وجليل مش لايقة في الزينة وانا ابني